كلنا مغاربه هو سيت كوم اللي غادي يتعرض ان شاء الله على القناه الثانيه من انتاج قناه ثانيه وشركه ديسكونيكتد اللي غيتعرض ان شاء الله في رمضان. القصه ديال سيت كوم هي القصه ديال واحد شركه ديال كابلاج ملتي ناسيونال اللي قررت انها تحل واحد الفرع جديد ديالها في مدينه اصيله، ودونك استعنت بالاطر ديالها من المغرب كامل باش ينجحوا الافتتاح ديال هذا الفرع الجديد. ودونك هاد الناس هادو عطاتهم واحد السكنه في واحد العماره فين غادي يستقروا في مدينه اصيله، ودونك هاد العماره هادي غادي يلقاو فيها مجموعه من الاسر اللي غادي يمثلوا لينا تقريبا المغرب كامل. مرحبا بكم بعدا عندنا، مرحبا بالجمهور الكريم. دابا كنصوروا ان شاء الله السيتكوم ديال كلنا مغاربه اللي غادي يدوز على القناه الثانيه ان شاء الله في رمضان الكريم. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر نتوما والمغاربه كاملين فين ما كانوا. انا كنلعب فيه الدور ديال راديا هي باباها مراكشي وماماها فاسيه، ولكن هي جابت بلوس لماماها، دونك حتى في كيفاش الطريقه باش كتهضر والتقاليد اللي كتهضر عليهم وطريقتها في يعني طريقتها في العيش كلها على الطريقه الفاسيه اللي توحشناها صراحه في التلفازه. وشرف لي اني مثل مدينه فاس المدينه اللي تزاديت فيها، وفوالا كنتمنى انني نحمر لهم وجههم ونمثل لهم احسن تمثيل. الدور ديالي هو الدور ديال كنزه، واحد المراكشيه مزوجه بسيدي عبد الله فركوس، وعندها واحد الربيبه اللي هي لعبها هند بن جباره، ربيبتها من المره الاولى فاسيه، دونك جالسه معايا في الدار وكتدير لي مشاكل وكيدوز هادشي في كله في واحد القالب هزلي. واللي زوين في هاد السيت كوم هو انه كيبين لينا الثقافه المغربيه كيفاش مختلفين حنايا على بعضياتنا، واخا ما كنبعدوش بزاف ديال الكيلومترات على بعضياتنا، واحد غير واحد 50 كيلومتر كتلقى لهجه مختلفه، كتلقى ثقافه مختلفه. وهادشي كيتجلى في السيت كوم من خلال اللهجات المتنوعه، من خلال اللباس، من خلال يعني الاطباق اللي كنتناولوا. وهادشي كنشوف انا بالنسبه لي كنشوف شي حاجه ايجابيه باش نبينوا مظاهر الجمال اللي في المغرب. تيتكم ان شاء الله ديال كل مغاربه لاعب بجوج ديال الادوار اللي هما خوت دي جومو، واحد هاي لبستو هادي سيكوريتي، وواحد اخر كيبيع كاوكاو اللي هو كيتلاقى مع لي بيرسوناج كاملين. انا مع الموجه، يعني الا كاين بان لي البلان في شي واحد بحال دابا هو مراكشي، حتى انا خصني نولي مراكشي معاه، خصني ندير معاه القوالب ديال المراكشيين والهضره ديال المراكشيين. يبان لي شي واحد اخر فاسي كيخص يمشي معاه حتى هو بالطريقه ديال فاس ولا شي هي غادي جوستوم. الدور ديالي واحد سكرتيرة شمالية حتى هي كتجي للنوراس تقلي اللي هي شافية، كنجيها من العائلة، ومن طون أنا في لاغيسيبسيون كنهضر مع كل واحد بلهجته، دونك المراكشي كنهضر معاه بالمراكشية، الوجدي بالوجدية، المهم. وأنا واحد السيدة اللي مخربة يدا شوية وكنبيع أي حاجة. في الأول النهار الأول داز عليا صعيب، شنو اللي كان مخليني مزيان هو انني هاد النجوم كاملين اللي كتشوفوا تعاملوا معايا مزيان، تعاملوا معايا ماشي كمبتدئه، ولكن تعاملوا معايا كانني منهم، زعما راه ديجا خدامه معاهم، حيت يمكن شي واحد منهم تفرجوا فيا في الاعمال ديالي اللي قبل. كنت خوفانه بزاف 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 بزاف، حيت ماشي سهل انك تلعب في سيت كوم. انا كنت كنتمنى انني نلعب في رمضان، زعما شي حاجه اللي كنت حاطاها من بين الاهداف ديالي في الاعوام هذه اللي ما جا وتحقق اول هدف. كنشكرهم بزاف على التعامل ديالهم، كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالهم وعند حسن الظن الجمهور. سيت كوم ديال كلنا مغاربه هو كيجمع جميع المناطق ديال المغرب، وكل ممثل كيمثل باللهجه ديال المدينه ديالو بالضبط. انا كنمثل الدور ديال فنينه اللي هي صحراويه من مدينه العيون واللي كيتزوج بها وجدي، وهنا فين كيكون داك لو كونتراست ديال اللهجه واختلاف الثقافات واختلاف اللهجه، وواحد الجمال كاينه في لو كوبل اللي مختلفه وما عمرنا شفناها اول مره غادي نشوفوها.